خلال 2014 سنة لم تتوقف الكنائس أو أجراسها عن دق في هذه المنطقة، وأهل المنطقة هم الأصلاء من المسيحيين الكلدان السريان الآشوريين. وبعدما تعرضت هذه الكنائس إلى تهديم والتدمير وتغيير، لحسن الحظ اليوم عادت دق الأجراس في هذه المنطقة، وهذه رسالة واضحة إلى المسيحيين بأنه هذه المنطقة يجب أن تعودون إليها، حيث هي دياركم وحيث هي منطقتكم وهي موطنكم. تعرضوا هذه المكونات إلى الكثير من الغبن والاعتداء، فللأسف الشديد يعني فقدت الثقة، ولذلك نحن كالمكون الكلداني السرياني الآشوري اجتمعنا فيما بيننا كأحزاب وكتل سياسية، اتفقنا على بعض الاستراتيجيات، نريد ضمانات وتطمينات من خلال الحكومة المركزية، ويعني تطمينات وطنية أولا، وطنية من خلال حكومة المركز وأيضا من الإقليم، ومن ثم الشعب الكلدو السرياني الآشوري للأسف الشديد فقد الثقة بقوات البشمركة وقوات العسكرية هي الأخرى، لأنه تركوهم أمام داعش، لذا يطالبون بضمانات دولية، وهذا لا يعني تواجد قوات أجنبية عسكرية على أرض الواقع، وإنما هنالك قوانين ضمانات دولية يجب أن توقع عليها العراق والإقليم.